طيب، في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الجالاكسي. هنبتدي نشرح كل ستاب فيه من البداية خالص لحد اخر ستاب فيه. ففي البداية حضرتك محتاج تجات الداتا. عشان تجات ايه؟ بنجات حاجتين، بنجات الاكسون داتا وبنجات الاس ام بي داتا. ازاي بنعمل الكلام ده؟ بنقول له جيت داتا، نختار يو سي اس سي مين، نضغط عليها. بعد كده من هنا انت عايز جينز. الاول انت عايز الاكسون داتا، فهتختار جينز اند جين برودكشن. تتاكد انها هنا، تتاكد طبعا الاورجانيزم بتاعك هيومن لو انت هتشتغل على هيومن. بعد كده بتدخل له رقم الكروموسوم لو انت عايز كروموسوم بحد ذاته، او الجينوم لو عايزين كل الكروموسوم. فاحنا مثلا لو عايزين كروموسوم 6، او كاتب له كروموسوم 6، عايز كروموسوم 8، كروموسوم 8، عايز بقى كل الكروموسومز، اختار جينوم. بعد كده بنقوم ضاغطين get output. اول ما بتضغط get output بيخيرك انت عايز ايه. انت عايز ال whole gene ولا عايز ال exons coding exon بس، ولا عايز ال 5N UTR ولا 3N. الفرق ال whole gene بيبقى فيها كل حاجة، coding exon، non coding exon، introns، upstream، downstream، UTR، 5N UTR، 3N UTR، regulatory element، كل ده موجود في الورج. المهم ان احنا كنا في الحاله ديت عايزين كودنج اكزون، عشان احنا عايزين نشتغل بس على كودنج اكزون. يعني انت تشوف سؤالك هو عايز يجيب الكودنج اكزون ولا الورج جين، ولا عايز اللي في الانترونز، ولا فين بالظبط. فاحنا عايزين كودنج اكزون، هنقول له سند كويري تو جالاكسي، وافتكر ان انا اخدت من هنا كودنج اكزون. هتلاقيه جاب لك الشاشه الخضراء الجميله دي ورجعك على الجالاكسي. معلش النت عندي بطيء. بعد كده هتلاقيه هنا اتحولت لشاشة صفراء، العين دي عشان تعمل فيو والقلم عشان تسميها. فاحنا هنقول له عايزين نسمي، تضغط عليها وتخلي النيم هنا. طبعا دي بتاعت الاكزون فهنسميها اكزونز. ليه؟ عشان تبقى سهلة ان احنا نبقى عارفين ان دي الداتا بتاعت الاكزون. طب عايزين بقى نجيب الداتا بتاعت الاس ان بي، فهنقول له جيت داتا يو سي اس سي مين. بعد كده احنا المرة الأولانية كنا مختارين جين اند جين برودكشن، المرة دي بقى نختار فاريشن، عشان الفاريشن هيبقى فيها الـ SNP. طبعا لازم أتأكد إن رقم الكروموسوم هو نفس الكروموسوم اللي جبت الأكزونز بتاعته. أما قايله بعد كده جيت أوتبوت. هنا ما عنديش أوبشن كودينج أكزون، بس عندي أوبشن الوول جين. هختار الوول جين عشان هيكون فيها الـ SNPs الموجودة في الكودينج أكزون. هقوم قايله سند كويري تو جالاكسي، وهتلاقي برضه شاشة خضراء وبعتك للجالاكسي. هنعمل edit attribute ونغير الاسم ونسميها SNP، ونقوم قايلين له save. كده احنا بقى عندنا 2 tracks SNP و exons جاهزين للستاب اللي بعد كده. الستاب اللي بعد كده اسمها join. join ايه؟ خلي بالك في كذا join، في join تحت text manipulation، في كذا join اللي احنا عايزينها موجودة تحت operate on genomic interval، اسمها join the interval of two dataset side by side. تختار الفرس dataset exon والسكند dataset SNP. ما ينفعش تعكس، لازم الفرس تبقى exon والسكند SNP. بعد كده هتقوم قايل له execute. ايه اللي هيحصل؟ هيضيف لك واحدة هنا ويقول لك ان ده join، وشوية وهتلاقيها اشتغلت. نستنى عليها دقيقة كده، الجوين كده هي شغالة. بعد ما الجوين هيخلص لو عملت فيو هتلاقي حاجة بالشكل ده. لو لاحظت معايا هتلاقي رقم الاكزون اهوت، ده اللي هو الاكزون بتاعي متكرر حوالي about 7 او 8 times، بس هو متكرر عشان لقى فيه كذا SNP مختلف. طيب انا دلوقتي مش عايز redundancy في الداتا بتاعتي، انا عايز الداتا تبقى منسقة شوية. فهعمل حاجة اسمها group. ليه؟ عشان يبقى عندي line واحد بس لكل exon من ال exons دي. فهنختار group data by a column and perform aggregate operation. هيقولك اني column، الكولم اللي احنا عايزين مهتمين بيه كان column 4 اللي هو كان فيه اسم الاكزون بتاعي. بعد كده هنزل تحت شوية واقول له insert operation، واختار من الاوبريشن دي count. ليه count؟ عشان يعدلي عدد الاس ان بيز الموجودة في كل
اكزون من الموجودين في كونفور. هقول له اكسكيوت، برضو هتلاقيه بعتها لك هنا وبدأ يشتغل على جروب. ما فيش دقيقة هتلاقيها اشتغلت. وادي الريزلت. لو بصينا على الريزلت هتلاقي ان عندك اسم الاكزون وقصاده في كام اس ان بي. طيب عايزين نعمل سورتنج. ليه عايزين نعمل سورتنج؟ عشان يبقى عندي الاكزون اللي فيه عدد اس ان بيز كتيره فوق والتاني تحت. هتختار سورت داتا ان اسندنج اور ديسندنج اوردر. سوري بس مش ديت اهي اللي هي تحت فلتر اند سورت. وهتختار كولم تول ان ده اللي فيه عدد الاس ان بيز وتقوم قايله اكسكيوت. تلاقي سورت اضافت برضو. عمال ما السورت تخلص لو جينا نبص عليها تلاقيهم زي برضو الجروب كده بس معمول لها سورت. هي تخلص اهي اهوت. هتلاقي اسم الاكسون وقصاده في كام اس ان بي وزي ما انتم شايفينهم مترتبين. طيب اللي بعد كده ان انا اروح اجيب select first وديت عشان اختار بس اول 10 مثلا. وبعد كده هتلاقي حاجة اسمها select first lines from a data set. اي بعد كده تختار اول 10 ولا اول 20 حسب ما نحدد لك. بعد كده هتقوم قايل له execute. وانس انك ضغطت execute هتلاقيه برضو اتضاف هنا. طيب ايه اللي انا متوقع ان هو يطلع لي هنا؟ 10 سطور فيهم اسم الاكسون وقصادهم عدد الاس ان بيز. ده معناه ان النت عندي باظ. اوكي هتلاقي عندك اهوت ادي العشر سطور كل اكسون قصاده عدد الاس ان بي بتاعته. بس انا لحد دلوقتي برضو مش عارف الاكسون ده الاس ان بيز اللي فيه مين. معرفش اصلا البوزيشن بتاعه. فهعمل ايه؟ هعمل جوين. بس المره دي مش جوين بتاعت الجينوميك انترفال. المره دي هتبقى جوين العاديه اللي هي جوين تو فايلز. فهختار جوين تو فايلز. هتختار من هنا ال select first data بتاعتك وهنا هنختار ال exon. طيب في select first لو بصيت عليها بصة سريعة كده هتلاقي ان ال exon كان column 1 عشان كده هنا اخترنا column 1. اما لو بصيت على ال exon's data هتلاقي ان ال exon هنا كانت column 4 فعشان كده اخترنا هنا column number 4. تمايله execute واللي هيطلع لك في النهاية هو ده الاوتبوت بتاعنا اللي احنا كنا بندور عليه. طيب خلينا نعمله فيجواليزيشن. برضو هو بياخد وقت شوية الجوين دي. وانس ان هو خلص هيطلع لك حاجة زي كده. اسم الاكزون الاولاني اهوت وادي عدد الاس ان بيز اللي فيه والبوزيشن بتاعه هو على الفورورد ولا على الريفرس. طيب لو سألتك انا عايز اعرف الاس ان بيز اللي كانوا هنا 49 دوت عايز اعرف نعمل ايه؟ خد الاسم بتاعه وروح على الفايل بتاع جوين اون داتا 2 اند 1 ده واعمل له فيجواليزيشن. اضغط كنترول اف واضغط اسم الاكزون. المفروض ان احنا نبقى عارفين نجيبه. بس لحظة كده هو عشان الفايل مش معمول له داونلود هتحتاج تعمل له داونلود الاول. اوكي مرحبا بكم في الويندوز. او ممكن تدور عليه مانيوال بس هتبقى الموضوع صعب. لحظة كده نعمل له داونلود. فانا عملت له داونلود بس هو طبعا على الايفنت ومش هتحتاج تعمل له داونلود. بس احتاجت هنا اعمل له داونلود وفتحته وعملت سيرش باسم الاكزون. ادي الاس ان بيز الموجوده جواه اهي قدام حضراتكم وشكرا على كده. بس طبعا في الايفنت انت لو عملت سيرش جوه الايفنت وانت هنا اصلا كده عملت كنترول اف وضغطت المفروض يظهر. بس هنا عشان الويندوز البرايفسي والجو ده. اوكي بس هو ده كل الجالاكسي. شكرا والتوفيق.